الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. أما بعد، إلهي سبحانه وتعالى وحن كبري كلن كان نكد وكلن بركاي سنة لنا سبحانه وتعالى نحرستي سكسود جيو وحن إلهي سبحانه وتعالى كبري إن قعرب كي قلبي كسو كلمة حقا لنا سبحانه وتعالى قلبي جينا يدقيه نوفره نغانا دقوكو هذا الكدقيستة كيسا ونكسن الراعة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كلمة دينا لبكا فضيت باك الضنبية ومعناها إلهي سبحانه وتعالى وقرآن كيسا كريم كان نغوش يغي نغوش إنا يتهي امتحان ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نغوش أدونكو امتحان وهي خير يا شر لبضا بوضلك الميسة وناج يا حمان دباطو يا فضيت فرحد يا مرق قاجو يا درق بغدن يا عبسي يا نبت قليو سأرق يا كلام غلانشو حنون يا عافماد انت بإلهي سبحانه وتعالى دونك ودركيسا لكن إلهي سبحانه وتعالى حنوت المامية لبكا سجرة ومقاجها النقضو حبسيها النقضو لباتك لها النقضو فضايد نقدم بيني سيجعل الله بعد عسر يسرى. إلهي سبحانه وتعالى عريري قي لبكا وقدم بيسيني وقدم بي فرج نبينا عليه السلام حيري وأن الفرج مع الكرب كربضة هي دبكنا فرج بلا صعدة تتقي إلهي كبقى إلهي سبحانه وتعالى وحوغن لقيا أرهنكاس فرج إنه وقدم بيسيو ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إلهي سبحانه وتعالى حقوفك إلهي كبقى مخرج بوديبو والبوغصة منه ميلو كبحو لبات هذا ميلو كبحو الباب يفرج أي أفريه رب سبحانه وتعالى. إلهي سبحانه وتعالى لباتوين كاسمرك وشاقي وقب الشاريي دادك صبرا وكو صبرا وآمين سن قدرت إلهي سبحانه وتعالى خير كذي شركذ يكون صبره إنه إلهي سبحانه وتعالى خير قدام بيسيني. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كإلهي سبحانه وتعالى حشرين لقوا امتحان يا ذاتك وحكم ذا دباتوي وحنون كم ديهاي وفخر كم ديهاي وحلقان كم ديهاي دباتوي انكاس لكن إلهي سبحانه وتعالى هو بشارين يا ذاتك سكو صبره صبره إلهي سبحانه وتعالى إنه قدم بيسين يا خير يا وناك يا هنون يا رحمة إنه إلهي سبحانه وتعالى أفريو. هذه إنه أجنون كتابك إلهي سبحانه وتعالى دتك وإلهي وجوش على أضامهيس والنبي يده وقفض لبضن بني آدمك والنبي يده حاوس يفض لبضن نبي جن عليه الصلاة والسلام. كل مع ذلك لباتوين بضن بين كل من محن بضن بين لكل من محن ذا بضن هي كربوين بضن قارك وضو إلهي سبحانه وتعالى كتل ما بين كربوين إليته سيدة النبي الله نوح إلهي سبحانه وتعالى ونوشه
ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. كرب آد أوين أن كفي نيب الله إلهي سبحانه وتعالى مرك إلهي بري مركا إلهي سبحانه وتعالى وحطانه غشة كينية إن ننقط درسي وضدك مؤمنين تاه ضدك مسلمين تاه كي دبات داس لكل مان حنون هديتهاي وحلقان هديتهاي الملاءان هديتهاي دباتك رأو يغسو قارته نبت قليل الآن هديتهاي عفسي مروق هديتهاي وحاسودا إن نبي يدي حتى لغو امتحاني إلهنا سبحانه وتعالى وحنوت المامي أسبابه كقبت بادين مركا وحان مركا هرب القيب كتاب إله سبحانه وتعالى كم ذا أو إلهي نوغشة كيين قار كذين بقي سنين كدبنا وحنكت المامعنا وحيالهاس دباتوينك لوغبحي وإلهي سبحانه وتعالى وتلمامي فرج كان وكفره الله سبحانه وتعالى كربضه إيه شددنا وكفه إذا سي أسباب تيد اللوغات وإلهي سبحانه وتعالى حلب حكرته وي أسباب السبب تلقاته دا سببت يداوده استعماشه أدكسته أدقنا إلهي سبحانه وتعالى وحي كرباه ما وحي دبه أوكو هايسته إلهي سبحانه وتعالى وكافي ذي مثلا الملاعانته وأهمي وكربه حلقية با انت صوصنه تكون إسقبان وأنا المهل إلهي سبحانه وتعالى أيانا المهبحية وهيبه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير إلهي سبحانه وتعالى إسقى بحية كدون قبلسي كدون ويلل كدون سقدرة كدوننا قفان مدنا لبضا هيسا ولبضا مدنا دلين وإلهي سبحانه وتعالى كدقة ويجعل من يشاء عقيما قاربك عليا وقت معين وقت مدو كدبنا الله فرا امتحان داس قيبا كم ذا النبي ذي باصوه مري وهي الملاءان نقضي تدكو إلهي قد جعله ابتلا حاجة امتحان كاوصوه مري وحكم ذا نبي الله زكريا عليه السلام ومروك تاسي قلبي قاس أرنكا سيد أدريمي انك الدريمي انه آيضها كشكيني حكم ذا سورة مريم بلو قيدا إلهي سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا
قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا إلهي سبحانه وتعالى نبي الله زكريا وأضا شاكتي وكسر استهذا الكيس يسقون إلهي سبحانه وتعالى عيدنا ودحين ابتها يستوى وشاكت انت مهي عضادين لفتي جلعضي جركي سوسو قتي دأدو أيها رئيسي حاسكي سواني وحبال دالين ولي قيد المنا آنو وليه لي إلهي سبحانه وتعالى كبري إنه إلهي سبحانه وتعالى خلف سي وحكى ضمبي ودحلا وعلمك يا الدين ولبه كدحلا إلهي سي هو نهكسن وخيره إلهي ويدست إنه نغضو المرة عليه إلهي الرالكية ومطيعة وبارية وقال سبحانه وتعالى أعطيه ضعصا وقال له هو جاهز إلهي سبحانه وتعالى دعاس إنه مينا نعين مينا مقال لكن رب سبحانه وتعالى أيا إنوشا محيطة حكمة الله إنه قشيكي معنى هذا حوي ورقفك دبك أسوك لها يستو أما دباتوي إنك أسوك لك كل ما يوم أقول ربك أينو دعاء مغلو وقت كست أبينك مقدقيس ران عيدنك أركين عيدنك وشيد إن هذا الله يوضع شاكاته ودبك أقول شاكاته وناقبا كضم بين يهي خير ربي سبحانه وتعالى أجيبه دعاء وكلاء كوتر ترسي إن أدوي ديسته هذه جار وحادونيس وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين امتحان كنا سنة إلهي وي إلهي بس سبحانه وتعالى قدر أدوم ديسين أدون كان كوي امتحان إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرسا الدنيا ذا وحكى لما هو امتحان اسكو امتحانه هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا عمل كاكم بالفيرن عمل ونكسن ميامس وعمل دعاء بريض إلهي سبحانه وتعالى وحكمتها عبادة ذا عمل كونكسنة امتحانك الله كل ميسنة الملآن هدو يهي حول الآن هدو يهي حنون هدو يهي لباتك له هدو يهي وحويه امتحان إلهي قدري وهذا مضردن كدعي مدبا ميالبو كاهستا مد المه كاهستا شغضو كاهستا رزقو كاهستا جركي سياح عافمات كسو كاهستا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نصيح هذا وهذا أركي سويدي أشياء عباس بن عبد المطلب
رضي الله عنه كُير النبي عليه الصلاة والسلام يا عم سأل الله العافية إلهي سبحانه وتعالى وحد ويديسة عافية عافية ما دو يديس عافية ما هي عافية إلهي سبحانه وتعالى ويديس قفك إلهي عافية الدنيا آخرة وقف الليباني وإلهي كعافية الدنيا كامتحانك هي لباطضة هي مصائبتة إلهي سبحانه وتعالى كعافية آخرنا بلد هذا يعذاب تيده يفتنا ضيده إلهي سبحانه وتعالى كعافية ولذلك أيونا سنتين ويدستها بني ما لنبا إلهي سبحانه وتعالى عافية ما دونك إلهي ويدستون وحكى لتو إلهي سبحانه وتعالى نوشه غي نبي يضم الصالحين وامتحانات كلا دوانا إيقب صدين حاكم إذا نبي الله أيوب وحكم إذا نبي الله يونس حكم إذا نبي الله زكريا سيدان شاقنا نبي الله إبراهيم نبي قلنا عليه الصلاة والسلام نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام حكم إذا ضد مؤمنين صالحين صحابة غير كتبة ولباتوي إنسا سيقف صدهن وقرقون القرآن إلهي كسودجي حكم إذا عائشة رضي الله عنها إلهي سبحانه وتعالى آيات قرآن كبرية لي مركي لقدت همي شاكد حميد المنافقين تو أي ملاقين ويهمي يؤهين بلدن أي كجرتي يمرك قلبي هذا إلهنا سبحانه وتعالى وواجيبي وإلهي كصاري حلي الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كلهم من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا
وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إلهي سبحانه وتعالى نبي الله أيوب حنونك عذرك هيي وكقاضي رب سبحانه وتعالى أهلك سيئي ريرك سيئي حوله سينا إلهي سبحانه وتعالى وبدلي إلهي سبحانه وتعالى نبي يدي إسماعيل إيو إدريس يد الكفل إلهي سبحانه وتعالى يغنى صبر كودي إلهي سبحانه وتعالى خير بوابا القدي عدي صبرتنا هذه يجر وحيلا ذهي وناك نبي الله يونس في بطن الحوت أيو كجري كلونك بديسة كلونك علوشيسة بدد إحذاذا مقديال إسدل صارا إلهي سبحانه وتعالى بهلك ورواق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له إلهي وأجيبي ونكبد باذي وكلونك بناهم كسوة طفي إلهينا سبحانه وتعالى تصبيح ذا يذكرك إلهي وإلهي كبد باذي قفك استو مؤمننا إلهي وحي رساسا نكبد باذينا لباطل دو إلهي أيرتو دو إلهي وحضو دو إلهي بريو صلى إلهي سبحانه وتعالى وفيده سيدا سوكر نبي الله زكريا سيدي أنشاغني نبي الله إبراهيم قال هذا أنت يسوكتغين أي دب أشدان سي أي أقبان قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. إلهي سبحانه وتعالى وكبد باديي إلهي وحوق بدلي درية وناكسا وإسماعيل يا إسحاق بلهيسي الإمام حسن البصري رحمه الله تعالى أيا وحا لغن أريي إنو يري قف كربيسا وحاليا بناه سيدابو آيادها إلهي سبحانه وتعالى قرآن كجر غافل وغنغضا شان آيادات بمركة المام ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع آياد سورة البقرة إلهي نحلي أولئك عليهم ذاتك صبري صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون مد الله بعد آياد الله بعد حسوق هذه آياد إنك مؤمن كأها إرهر فرعون أي دمعين إني دباتيان أي ريف ستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا إلى يكبد بادي لباتدي أي لما قنايين آية صدحاد حويري سيب قاف لغا نقون ذاتك مؤمنين تا إلهي بدبادي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضله لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم آية أفراد حير سيبو أغنقن يعني آية دي سورة يونس كجرت سورة نبي الله قصة دي يونس فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نبي عليه السلام حير قفك دعاء ذا كد عيسته قفك استوى مسلمة دعاء ذا كد عيسته إلهي كربضه وكقاضا سيدا سوق له حكوا قاضي آية دي سورة يونس نبي قال عليه الصلاة والسلام وحنوت المامي داودة كربضة صدح الرمان والغشة النبي عليه الصلاة والسلام مدك وادو حويه هدي دباته جرته صلاة أيو آدي شري النبي عليه الصلاة والسلام كصلاة وهو حلو قد داويه كربضة يدبك يشد ذلك وهيستا وحكا استيتاه المهاج قريقا ننكا حاسكا عروتا حولها شقضا نفتا حنونكا وحول بيتاه شد ذلك حلو الدوين كان يفزع إلى الصلاة إلهنا سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين مد الله بعض دعوين بنبري النبي عليه الصلاة والسلام لو دعيسته وحكم ذا دعاء ذنون دعاء ذنون
يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وحيري نبي عليه الصلاة والسلام لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. بخاري مكورنا يا حديثك قف مسلم يكون مدعى يستدعى سبير ولقس إلا إله سبحانه وتعالى وأجيبا مدى صدحات حديث السجن البخاري مسلم كتر ويهو عبد الله بن عباس رضي الله عنه كورنا النبي عليه الصلاة والسلام وحليه هدير دباته يكرب يعريري ودنا النبي عليه الصلاة والسلام وحورنجري لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أيو كعل علين جري هذه جار النبي عليه الصلاة والسلام ودعاء الكربي أيو بابيي الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وحكى له كم ذا النبي عليه الصلاة والسلام دعاء دعونا بري إيضانه ويريه النبي عليه الصلاة والسلام وحي فيداه شدده يكربده قفكي قلبي قيس عريري كدريمة إنه إلهي سبحانه وتعالى وكداوي وفرحد وبدلو بدل كيدي مرقتي يهمي يغمي يوحي هيي إنه إلهي كبدلو وحويه اللهم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي سائق إليك وإلى جناتك جنات النعيم. حيري النبي عليه السلام ماشي مركته وحلقه بدلا فرحض ذكرك إلهي رنه وداو ألا بذكر الله تطمئن القلوب وركا ولا ليال هدي شده أما دباته أما امتحان الله كل ما يسوء فرج وكضمي إنما على العسر يسرا إنما على العسر يسرا. عمر الخطاب رضي الله عنه حير اللباء عسره يسر لبا يسره هل عسر دباته إيا اللباء فضودين بلا شيء كما أتكان يسوه اللباء فضودين دباته مركوا إن هذه جرجة قبتا أمل قبتا إلهي سبحانه وتعالى كوكال سوانتا هاي أتسوغي سأل نبي الله يعقوب أفرتن سنسوغي يويلك سي يوسف يويلك كالأو هدنا كدبتكي وإنديه سؤي عدادين أوهين مركي دمنا إلهي سبحانه وتعالى هو ذا كل مي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا أدخلوا مصر إن شاء الله آمنين أيا كدمي ورفع أبويه على العرش مركا رجدوا وإن أتقبته ونفت إلهي سبحانه وتعالى كحرته ورب سبحانه وتعالى أدو عيسته وحكسته أهميه ومرقه وشده ودباطه ودرميسه عيالك أهديه إلهي سبحانه وتعالى أبري حبينك أدو عي سجوده أدو عي إلهي سبحانه وتعالى إنه هنونيه إنه إلهي سبحانه وتصلحيه إنه إلهي سبحانه وتوصن صاره سيدا سوك لننكاك سيدا سوك لحاسك سوك ورالهك مسلمين أذيك وحي دباتك وهي أمن يجيب المضر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي إله مع الله. إلهي سبحانه وتعالى حقفك مضطرك دبك قبه إله الله سبحانه وتعالى وأجيبه إيه الله شدد يدبك أسك سارة كلمة دي إنت سنك سوكوية إن شاء الله حافل يا ولا لها إن شاء الله تعالى رير أبو هريرة هنا كلمة إنه هيان وأنكسوا ختمين مجلس كان إن شاء الله تعالى جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم.